لما اجيت من ايطاليا عملت فكره هذه البيتزيريا، ساعدني فيها زوجتي. بيتزايولو ككلمة بيتزايولو معناتها صانع البيتزا أو ذا بيتزا ميكر. البيتزايولو طبعاً كيف بتقول خبز، بيجي عندك الخباز، فأنا بحكي لك بيتزا البيتزايولو. البيتزا الإيطالية بتمتاز إنها معمولة من عجين هيلثي، زيت زيتون، خميرة، ملح، ما في إشي تاني. حاولت إنه أعرض عضلاتي، خلينا نحكي إنه إحنا عنا بيتزايات زي مجلد بيتزا. إحنا نبدأ من البيتزا المارغريتا السهلة البسيطة، ونوصل لحوالي 35 نوع بيتزا مختلفات. البيتزا الأكثر شعبية عندي في المطعم بيتزا رانيا، لأنها هيلثي وفريش، وأنا اللي عملتها وأنا ربحت فيها بإيطاليا مركز أول على وسط إيطاليا.